وننتقل إلى مدينة القدس المحتلة، حيث مراسلتنا آية الخطيب في حي الشيخ جراح الذي تم إغلاقه أمام المتضامنين مع الأهالي المهددين بالإخلاء لليوم 11 على التوالي، والذي تم استبدال الحواجز العسكرية فيه بسواتر إسمنتية. ومن مدينة البيرة شمال مدينة رام الله ينضم إلينا مراسلنا حافظ أبو صبرة. أهلا بكم، أبدأ معك آية. آية، يعني ما هي آخر التطورات لديك فيما يتعلق بالأوضاع في القدس المحتلة وتحديدا في حي الشيخ جراح؟ نعم، نتواجد الآن في حي الشيخ جراح، في هذا الحي المحاصر بالكامل من جميع الجهات. كما تشاهدون هنا تم إغلاق هذا المدخل بالمكعبات الإسمنتية وأيضا بعشرات الجنود. أيضا هنا كما تشاهدون يوجد العديد من الجنود، وحتى أنهم أحضروا المياه العادمة لقمع السكان. طبعا يتم منع أي فلسطيني من الدخول، وأيضا أحضروا هذه المياه العادمة لقمع المواطنين. سأخذكم الآن بجولة صغيرة لتروا كمية الظلم الذي يتعرض له هؤلاء السكان لمجرد أنهم يريدون البقاء داخل منازلهم. هنا أيضا يوجد حاجز تم إغلاقه بالكامل لمنع أي شخص من الدخول إلى هذا الحي. طبعا مع كل هذه الإغلاقات يسمح لكل المستوطنين بالدخول والتجول كما شاءوا، ولكن يمنع على الفلسطينيين بالدخول هنا. طبعا هؤلاء هم فقط سكان الحي، لا يسمح لأي أحد سوى سكان الحي والطواقم الصحفية بالدخول إلى هذه المنطقة. بالمقابل يسمح لعشرات بل آلاف المستوطنين بالدخول، طبعا لأن السكان يخشون من الخروج من هذا الحي حتى لا يستولي عليه المستوطنون. يقيمون صلواتهم هنا ويقضون كل أوقاتهم هنا حتى لا يغادروا هذه المنازل. طبعا على الجانب الآخر كما تشاهدون طبعا طوال الوقت تجول شرطة الاحتلال وتمنع أي شخص يجلس حتى أمام منزله، يحاولون منع أي أحد من البقاء هنا، لكن بالمقابل هكذا يعبر الفلسطينيين عن صمودهم. نعم آية، هل من عمليات إخلاء أو بالأحرى عمليات تهجير لسكان حي الشيخ جراح، عمليات جديدة من بيوتهم؟ طبعا في هذه اللحظات لا يمكن أن يخلو أي أحد من المنزل، لأن المحكمة أمهلت السكان فترة إضافية لعقد جلسة جديدة. ولكن يعني طوال الوقت المستوطنون وحتى أعضاء في الكنيسة من المتطرفون يهددون بأن يعني سيتم الاستيلاء على هذه المنازل. وللفلسطينيين يعني في السابق العديد من الفلسطينيين عندما خرجوا من منازلهم في مناطق مختلفة عادوا ليجدوا مستوطنين يتواجدون داخل منازلهم، لذلك هنا السكان قرروا ألا يخرجوا من منازلهم بتاتا حتى لا يعطوا المستوطنون أي طريقة للدخول إلى منازلهم. نعم آية، ابقي معنا أنت من حي الشيخ جراح في مدينة القدس. أنتقل الآن إلى مراسلنا حافظ أبو صبرة. حافظ، أنت متواجد الآن في المدخل الشمالي لمدينة البيرة. حافظ، هل لك أن تضعنا في آخر التطورات لديك؟ نعم ليلى، حقيقة على وتيرة منخفضة تتواصل المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال هنا على المدخل الشمالي لمدينة البيرة المحتلة، ويعني في مناطق أخرى سيما حاجز حوار المدخل الجنوبي لمدينة نابلس وفي الخليل وفي مناطق أخرى، بالإضافة إلى يعني مواجهات اندلعت منذ قليل بين المواطنين الفلسطينيين ومستوطنين حاولوا الاعتداء على منازلهم، منازل هؤلاء المواطنين في بلدة عينبوس إلى الجنوب من نابلس المحتلة. لكن يعني على قلتهم الشبان الفلسطينيين في ساحة المواجهة اليوم كانوا يحملون رسالة تؤكد على استمرار هذه الهبة الفلسطينية، تؤكد على أن الشباب الفلسطيني اليوم يسعون إلى الحصول على وطن فلسطيني كامل على كامل التراب الفلسطيني، على امتداد خريطة فلسطين، على امتداد مساحة 27 ألف كيلو متر مربع وبضعة كيلومترات أخرى هي مساحة وطنهم التاريخي، وكفروا بكل ما يسمى من
من قرارات شرعية دولية في ظل هذا الانحياز الدولي الكبير، سيما الموقف الأمريكي الذي يقول بأن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، ولم يتطرق لأي من الحقوق الفلسطينية في الدفاع عن نفسهم في ظل هذه الهجمة على القدس، على الشيخ جراح بالتحديد، على المسجد الأقصى، على غزة، الهجمة على الأغوار الفلسطينية والاستيطان المتواصل والممتد يعني في مناطق الضفة الغربية المختلفة. هنا جنود الاحتلال رغم أن عدد الشبان أقل بكثير من المرات السابقة والأيام السابقة، إلا أنهم يطلقون غاز قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب الشبان الفلسطينيين. وهنا نلاحظ تواجد مركبات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية ولجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لنقل حالات الإصابة وتقديم العلاج الميداني للإصابات بحالات اختناق. اليوم الفلسطينيون في ساحة المواجهة، المواجهة مستمرة، حالة الالتحام الميداني في مناطق التماس مستمرة. اليوم الفلسطينيون كما أسلفت يستعدون ويعدون العدة ليوم غضب بالتزامن مع إعلان إضراب شامل على كامل الأرض الفلسطينية في مناطق داخل المحتل عام 48 وفي مدينة القدس وفي غزة وفي الضفة الغربية. يترافق ذلك مع إعلان كافة المؤسسات الحكومية والخاصة والبنوك وكل الاتحادات عن الالتزام بالإضراب الشامل وتعطيل هذه المؤسسات والدعوات للانطلاق في مسيرات إلى مناطق التماس. اليوم الفلسطينيون يعدون العدة ليؤكدوا على أن مساحة الوطن الفلسطيني التاريخية ستكون واحدة متوحدة في ظل هذا الإضراب الذي يعود من جديد بعد أن التزم الفلسطينيون في فترات سابقة بإضراب كانت تضر بالمحتل وكانت توصل الرسالة التي تؤكد على رفض كل هذه الإجراءات العنصرية والعدوان الهمجي الذي يعني يستهدف الطفولة الفلسطينية، يستهدف الأماكن السكنية. اليوم الفلسطينيون يتجهزون لمسيرات ستخرج من وسط المدن الفلسطينية، من مراكز المحافظات، صوب مناطق التماس، صوب المستوطنات، صوب الحواجز، وصوب جدار الفصل العنصري غدا في تمام الساعة 11 بالتزامن مع إغلاق كافة مناحي الحياة، كافة المحال التجارية وكافة المؤسسات الحكومية. نعم. حافظ أبو صبرة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من المدخل الشمالي لمدينة البيرة. وأيضا أشكر مراسلتنا آية الخطيب. آية، كنت معنا من حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، شكرا لكم.